موجز إخباري مشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. شرع منذ قليل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم مرفوقا بوفد وزاري في زيارة عمل وتفقد لكل من ولاية قالمة عنابة والطارف. وخلال هذه الزيارة سيقوم الوزير الأول بزيارة تفقدية لعدة مشاريع متعلقة بمنشآت قاعدية ومشاريع حيوية في قطاعات الأشغال العمومية، الطاقة والصناعة. الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن استهل الزيارة من ولاية قالمة، حيث يشرف على وضع الحجر الأساس لإنجاز الخط المنجمي للسكك الحديدية الرابط بين ولايتي تبسة وعنابة بمقطع على مستوى دائرة بشقوف بالولاية، والذي يمتد على مسافة 54 كيلومترا. وبولاية الطارف المحطة الثانية من الزيارة سيشرف الوزير الأول على تدشين المقطع المتبقي من الطريق السيار شرق غرب، كما سيقوم بتفقد ومعاينة مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر. في موضوع آخر وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، تواصل فرق الرقابة وقمع الغش خرجاتها الميدانية لردع المضاربين بقوت الجزائريين، خصوصا في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. والعينة في النشرة من ولاية ورقلة مع مصطفى هدهات. من محلات التجزئة الحلقة الأخيرة في سلسلة توزيع المواد الغذائية، بدأت الخرجة الميدانية لمراقبة أسعار البقوليات التي نظمتها مديرية التجارة وترقية الصادرات بورقلة. العملية مست كذلك تجار الجملة والموزعين، والهدف وفرة هذه السلع وموافقة الأسعار للضوابط القانونية. عندك الخيارات، عندك أنواع، عندك كما مثال العدس، كاين أنواع متوفرة وبيثمن البقوليات شوية زايدة شوية البقوليات. يعني نحاول نوفروا بالنسبة لمادتي العدس والروز والحمص، الأسعار راهي بالنسبة للعدس 29 وبالنسبة للحمص 33 والأرز راهو 190 دينار، يعني 19000، وفيه تنوع، يعني فيه الفراك وفيه المعلب. من جهتها تعمل تعاونية الحبوب والبقول الجافة بورقلة على توفير هذه المواد الغذائية بالجملة وتسويقها مباشرة للمستهلك عبر نقاط بيع عديدة. كمية البقول البقوليات الجافة إن شاء الله بإذن الله متوفرة، ورانا إن شاء الله فاتحين يعني نقاط بيع على مستوى ثلاث نقاط بيع على مستوى ورقلة. عندنا هنا ورقلة، وعندنا في الرويسات، وعندنا في سعيد عتبة، وعندنا تجار الجملة وتجار التجزئة. هادو وفق يعني عندهم سعر مقنن من الدولة. قمنا بزيارة ميدانية ورقابية لبعض تجار الجملة للمواد الغذائية للوقوف على أسعار بعض المنتجات لعرفة ارتفاع في الأسعار، ومن بينها العدس والحمص والروز. طلبنا منهم الفاتورة، فاتورة الشراء للوقوف على سعر الشراء وسعر البيع لمعرفة الهامش الربح لهذه المنتوجات. وتعد البقول الجافة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وتأتي هذه الإجراءات من أجل ضمان استقرار وفرتها وأسعارها في الأسواق. تسعى الجزائرية للمياه لتوفير مياه الشرب بجودة عالية من خلال الصرامة في الرقابة والتحاليل اليومية التي يقوم بها المختصون عبر 130 مخبرا على المستوى الوطني، يدعمها المخبر المركزي بالعاصمة. يقول عبد العزيز عليم. بحرص وعناية أجرت الجزائرية للمياه أزيد من 1.5 مليون تحليل على مياه شرب بمختلف ولايات الوطن خلال السداسي الأول من السنة الجارية. الكميات التي يتم توزيعها من طرف الجزائرية للمياه يوميا هي 5.3 مليون متر مكعب على المستوى الوطني. تم إجراء خلال السداسي الأول أكثر من 1.6 مليون تحليل الكلور، أي ما يعادل 9000 تحليل يومي. أيضا 156 ألف تحليل فيزيوكيميائي، أي ما يعادل 867 تحليل يومي، وأكثر من 170 ألف تحليل بكتيريولوجي، أي ما يعادل 944 تحليل يومي. نقوم بعدة تحاليل، من بينها تحاليل التلوث منهم النيتريت، وحتى تكون العينة مطابقة لتراكيز المرسوم يجب أن لا تتعدى 0.2 ميليغرام بار لتر، والذي نقوم بالكشف عنه عن طريق جهاز الإيفي.
أزيد من 930 مخبريا متخصصا في متابعة يومية لمياه الشرب عبر 130 مخبرا بمحطات المعالجة على المستوى الوطني، يدعمها المخبر المركزي بالعاصمة لضمان التحاليل الدقيقة. من بين التحاليل الخاصة كاين الجهاز تاع المعادن الثقيلة لايس، يعني جهاز مقياس الامتصاص الذري اللي من خلاله نقوم بحساب تراكيز المعادن الثقيلة بينهم النحاس، الحديد كما الزنك، المنغنيز. نقوم في هذا القسم بمعايرة مادة الزئبق، نقوم بمعايرته بجهاز لاناليزور دو ميركور اللي هو جهاز جد متقدم يسمح لنا بالحصول على نتائج جد دقيقة. المخبر au niveau de la station de traitement c'est محطة المياه ياخذ عينات من كل مراحل المحطة اللي باش يشوفوا لي ريزولتا تاع شاك تريتمون. وشنو هو الجيد تاعنا باش نعرفوا الماء صالح للشرب ولا لا؟ كاين مراسم تنفيذية كي بون بريمون لابيل لا نورم الجيريان. مخابر الجزائرية للمياه صحة وأمان بخبرة وتجهيزات تسير العصر نتوى الحدث وبمعايير دولية تضمن مياه الشروب بنوعية وجودة عالية. دوليا في المغرب، التهاب جديد في أسعار الوقود يلفح جيوب المواطن، ونظام مخزني منغمس في صفقة التطبيع مع الكيان المحتل وغارق في أوحاله. نصير بدر. على وقع الإضرابات والاحتجاجات يعيش المغرب موجة سخط بسبب ارتفاع الأسعار واستمرار موجة الغلاء. فبعد الارتفاع المهول في أسعار الوقود عادت الأصوات المنتفضة على الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تمس خاصة الفئات الهشة من المجتمع. المازوت وصراحة راه تشدوبل كومباري لهادي واحد 3 سنين ولا 4 سنين، راه فريمون ما بقينا فاهمين حتى شي حاجة. أنا عارف بأن كاينة الانفلاسيون في العالم كامل، العالم كامل كيعاني من الغلاء، ولكن كاين دول دايره شي حاجه بالنسبه للمواطنين ديالها. حنا ما كرهناش الدوله ديالنا دير لينا حتى حنا شي اعانه، ولو غير تكوفري لنا غير 15 ولا 20% ولا يلقاو لنا شي حل، حيت هذا الشيء راه ما يمكنش، ما بقيناش قادرين عليه. ما يمكنش اسفقا غادي في الطاكسيات وخدمتك عندك ولاد خصك تديهم تجيبهم، دونك اوني دون لوبليغاسيون دو سويفغ لو ريتم. زاد راه تو اوبليجي غاديرو المداخيل ديال الناس، لان حقيقه المعيشه في المغرب ولات غاليه. المازوت زاد ما بقى كيكفينا والو والله العظيم، الا صاير بزاف المازوت يعني زايد، حنايا غير خلي هذاك على الله وصافي، ما بقى كيكفينا والو. مع الصيف حنا كنا كنستناو صدق الصيف، دابا كنجيو مع التعادل. ويبقى الشارع منبر المواطن المغربي الذي يعبر من خلاله عن يأسه محملا المسؤولية التامة للسياسات اللامدروسة للمخزن والتي عمقت من هوة الفقر والهشاشة حتى أضحى مستقبل المواطن المغربي مجهول الملامح بينما انشغلت حكومته الفاشلة في عقد صفقات مشبوهة مع الكيان المحتل في إطار تطبيع يرفضه الشارع وتجمله هي باسم التنمية والدفع بالاقتصاد. في فلسطين المحتلة أصيب عشرات الفلسطينيين في اعتداءات لقوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وهذا خلال مسيرة مناهضة للاستيطان والجدار العنصري في كفر قدوم بقلقيلية. تصعيد يأتي في ظل ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين وحملة اقتحامات عسكرية على المدن والمخيمات الفلسطينية. في الولايات المتحدة، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي تجتاح جزر هاواي منذ 3 أيام إلى 67 شخصا، هذا وتتواصل جهود مكافحة ألسنة اللهب المشتعلة، حيث حذر حاكم هاواي من ارتفاع حصيلة الحرائق التي تسببت في نزوح الآلاف من منازلهم، فيما أعلنت السلطات في جزيرتي ماوي وبيغ آيلاند حالة الطوارئ. نختم موعدنا الإخباري من المركب الثقافي الهادي فليسي، حيث استمتع سهرة أمس الجمهور الحاضر في الحفل الفني بالوصلات الغنائية التي أدتها فرقة نابوليون. الحفل الفني والأداء المميز للفرقة حظي بتفاعل وتجاوب لدى العائلات، يقول عبد السلام حباسي. من اللحظات الأولى للحفل نجحت فرقة بابينو في خلق أجواء مميزة،
كامل عالي كل يوم خيالك كيطلع شي مثال ونلقى باغ اكزومبل الجمهور تاعي يعاود الغنى تاعي يغني معايا وكامل هكذا ابخي 10 ans سي توجور ان بليزير سي توجور ان سنتيمون اللي نحب نعيشو اشاك فوا نطلع سور سان لي كونسير اللي نديرو في لي ويكاند جينيرالمون باسكو الناس ما تخدمش تو دونك باش الناس تقدر تجي تحضر والاز ومريحه قاعات موسيقية ووصلات غنائية استمتع بها الجمهور وتفاعل معها في أجواء عائلية Je suis de France. Je suis venu en vacances à Alger avec mon épouse et ma fille. Et on a découvert qu'il y avait un concert ce soir, donc on voulait absolument le voir. Ça se passe très bien, c'est vraiment un accueil généreux. Magnifique, دائما magnifique, ma تقدر تجي مع مرتك وولادك ما عندك ما تقلق روحك. لوحات فنية كانت بمثابة متنفس فني حي للشباب والعائلات الذين تغنوا بالموسيقى والثقافة الجزائرية. فرقة بابلون. بهذا نصل إلى ختام موعدنا الإخباري. إلى اللقاء.